بابا مع نهى سعدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مستمعين، مستمعي ألف ألف أف أم الموجة السعودية، مستمعي برنامج طبابة ألف اللي بيجيكم يوميا من الأحد للخميس. معي أنا نهى سعدي من الساعة 1 للساعة 2 بعد الظهر، ويوميا بيكون معنا ضيف، وضيفنا بيكون من النخبة، والنخبة فقط من الأطباء في مجالهم. تواصلكم معنا على 012-616-1100، رسائلكم على 055-66-8901. معك آيفون، معك آيباد، معك أي جهاز نظام آي أو إس، ادخل على متجر أبل أو أب ستور، حمل تطبيق ألف ألف أف أم. معك جهاز نظام أندرويد، ادخل على جوجل بلاي، حمل نفس التطبيق. فيسبوك، تويتر، انستغرام، قناة اليوتيوب، كلها على نفس الحساب ألف ألف أف أم. سناب شات على ألف ألف أف أم لايف. طيب، اللي بنتكلم فيه اليوم زي ما قلت لكم موضوع جدا صراحة جميل وجدا مميز، ويمكن من المرات القليلة أو يمكن أول مرة حتى أطرح، والله يعني الذاكرة ما هي مساعدتني، إلا إنه موضوع جدا شيق. لكن خلينا أول حاجة نتعرف على ضيفنا اليوم، الدكتور سمير سندي، استشاري نساء وولادة وجراحة المناظير النسائية، وحنتكلم عن استعدادات الحمل والولادة، وإيش الأب أو الوالد علاقته في هذا الموضوع. نرحب فيك أول شيء دكتور سمير. يا أهلا وسهلا، وهذه فرصة سعيدة أني أتكلم معاك ومع المستمعين الكرام في برنامجك المميز طبابة مع الأخت نهى السعدي. الله يسعدك، الحمد لله. اليوم الصباح ناديتني ندى، الحمد لله الآن نهى، احنا تطورنا. الله يسلمك، يسعد قلبك دكتور سمير. حقيقي تشرفنا دائما. يعني أشكرك جدا على اختيار الموضوع. الكثير ما يعرف، حتى أنا وانا بتكلم معاك تحت الهواء بالنسق تكلمنا إنه دور الأب حتى في الولادة، قلت لي لا، الحمل والولادة. فخلينا نبدأ هذه الرحلة. خليني أقول بمجتمعنا إيش الأشياء المريضة قبل ما يحصل الحمل. أنت لو عندنا ضيوف جايننا في البيت، حيتهموا عليك ويتصلوا ويأخذوا موعد وبتجهزي لهم. احنا نبغى الست قبل الولاده، قبل الحمل، تكون جاهزه الى الحمل. ليش؟ لان هي تحتاج ان هي تتجهز معنويا ونفسيا وصحيا. يعني ايش نبغى؟ نبغى قبل ما تحمل تاخذ حمض الفوليك، لانه هذا بيقلل نسبه التشوهات الخلقيه العصبيه قبل 3 شهور من الحمل. بعض السيدات يكون عندهم فقر في الدم، بعض السيدات يكون عندهم أمراض مزمنة كسكر وغيره. طيب مهم إن هي تدخل قبل الحمل في صحة متميزة وجيدة لصحة جنينة وصحتها هي. جميل. التجميل قبل الحمل، يعني لو كان عندها لا سمح الله فقر الدم، نقول لها عالجي الفقر الدم، خذي حبوب الحديد والأشياء المتعلقة، صلحي التغذية حقتك. لو لا قدر الله عندها السكر أو الضغط، لازم يوزن السكر قبل الحمل. ليه؟ لأنه هذا كله بينعكس على جنينها، فهي بتدخل في أفضل مراحل تكون صحيا ونفسيا وقت الحمل. الحمل فيه تغيرات هرمونية بتحصل، فعلشان كده بتكون مهم جدا في الفترة هذه هي تجهز نفسها قبل الحمل عشان تدخل الحمل. إذا حصل الحمل نقول ألف مبروك، وإنت الآن في صحة جيدة ومميزة. بعض السيدات خلينا نقول نقسم الحمل إلى 3 مراحل: المرحلة الأولى، 3 شهور الأولى، المرحلة الوسطى، والمرحلة الأخيرة. جميل. خلينا نقول إيش المرضى لما يجونا السيدات الحوامل، نقول إنه هذه تغيرات فسيولوجية بتحصل للسيدات. طيب هم بيجوا تغيرات الفسيولوجية هذه نتيجة تغيير الهرمونات، بتيجي خلينا نقول إيش بيشتكوا هم، تقول الخاتم في يدها ضاق، بتشتكي مثلا مع الحمل إنه في غازات في البطن، بتشتكي من غثيان مع الحمل، مزاجها شوية يكون بعضهم متعكر نتيجة الهرمونات، بعضهم اشتكوا إن هي رياضة ما بتمارسها. نبغى نقول لها إنك أنت لازم تتكيفي مع الحمل وفي الفترة هذه، وكل حاجة ولها علاجها، وعلاجها بسيط وجدا سهل. تيجي تقول أنا أبغى أسوي صبغة للشعر، أبغى أسوي عملية تكشير، أبغى أسوي تجميل في الفترة هذه حقت الحمل. فإحنا نأخذ كل حاجة مثلا ونبدأ نناقشها. خليني أبدأ أقول بالشيء السهل اللي هو الغثيان والقي.
حلو. لأول الحمل نتيجة تغير الهرمونات، وهذا دلالة على استمرار حمل صحي جيد. الحمد لله. فهي بتشتكي من غثيان نتيجة ارتفاع نسبة الهرمون، أو لا سمح الله إذا كان عندها التهاب في المسالك البولية. خلينا نأخذ الأشياء السهلة مثلا، نقول لا، في روائح عندها بتسبب لها غثيان عندما تيجي تطبخ، بعض الأبادير، بعض الأكل، بعض العطور ممكن. صحيح بالضبط، العطور. فنقول لها أتجنب الروائح هذه، نقول لها بدل ما تاكلي وجبة، 3 وجبات في اليوم، كلي 6 وجبات في اليوم، بس وجبات صغيرة جدا. تأخذ وجبة خفيفة صباح على الساعة 11، تسوي على قول أهل أول تلبيبة مثلا، في الظهر تأخذ حاجة خفيفة، في العصر شيء خفيف. فهي توزع الوجبات حقتها كل 3 ساعات، فبدأ هي بتتفادى عملية الغثيان وعملية القيء، المعدة ما تكون مليانة. الأطعمة اللي كثيرة الدهون تبعد عنها، الزنجبيل دحين خصوصا إحنا أيام الشتاء، تشرب كمية بسيطة من الزنجبيل، هذا بيقلل من الشعور حق الغثيان. تأخذ السناكس البسيطة، هذه كلها عندما تجي تقوم من النوم، ما نبغاها تقوم على طول من الفراش، استيقظت تقعد على السرير تسبح الله وتحمده وبعدين تقوم من الفراش. تعرفي هذه كلها الأشياء البسيطة بتقلل من نسبة الغثيان، ما يصير عندها غثيان وقيء. هذا من أول الشهور الدكتور سمير صح؟ أي إحنا نحكي على الشهر، 3 شهور الأولى من الحمل. نأخذ كل مرحلة حالة. بعض السيدات بيشتكوا مثلا تقول لك بتبول كثير، نقول لها طيب أنت عندما تيجي تنامي قللي شرب السوائل في الليل، أشربي من كل 3 ساعات، روحي الحمام الله يكرمك، مارسي التمارين الرياضية، أشربي من 6 إلى 8 أكواب يوميا. تشتكي بعضها تقول طيب أنا بشتكي من تضخم الثدي، هذا شيء طبيعي نتيجة تغير الهرمونات. نقول غيري الحمالة حقتك، ألبسي حمالة رياضية. إذا كان أنت بتشتكي من خمول، نامي في الليل وقت كافي جدا في الليل. في الظهر إذا في قيلولة خدي قيلولة شوية عشان ترتاحي. هي بتقول مثلا هي ما بتمارس رياضة، لا تمارس رياضة وحياتها عادية تماما، بس اللهم لما تروح النادي ولا شيء لا تشيل أشياء ثقيلة، لا تمارس الحديد السير اللي هو على هذا لا بلاش منه، لكن تمارس رياضة، تمارس السباحة، تمارس الأشياء اللي تحبها، بس إنه إحنا ما نبغاها تمارس الأشياء اللي هي تأثر عليها. لكن حياتها طبيعية، إذا زوجها مثلا مدخن أو هي مدخنة نقول لها أبعد عن التدخين مثلا، أتمرني على التنفس علشان طيب يصير. دكتور سمير أستأذنك بس، يعني إحنا كده بدأنا شوية في أنماط الحياة، بعد الفاصل حنكمل معاكم، خليكم على السمع. مكملين معكم دكتور سمير، وبصراحة رحلة جدا جميلة من بداية التخطيط للحمل، بدايات الحمل، لنفسية المرأة، لكل حاجة ممكن تحصل. كنا وصلنا للأشياء اللي تخص نمط الحياة، زي مثلا لو كانت هي مدخنة لازم تبتعد عن التدخين، لو هي مع أشخاص مدخنين تبتعد عن المكان اللي فيه تدخين. تفضل دكتور سمير. هي الفكرة يعني مثلا إذا عدت إن ألف تفتح الراديو تسمع، هذه بتديها استرخاء لها عندما تكون تعبانة، تروح تأخذ دش موية دافية، وإذا كان عندها هذا بيريحها كثير. إذا كان عندها ألم بالساق تجيب منشفة مثلا مبلولة ودافية وتحطها. هي الأشياء هذه السهلة البسيطة بتساعدها كثير في حياتها اليومية، في آلام الساق إذا كان عندها آلام ساق، إذا كان عندها خمول، الاسترخاء مهم. طيب دكتور يعني، بس عندي سؤال في هذا الموضوع، لكن بعد ما نأخذ سؤال المتصلة بعد إذنك. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، هلا أم ديم. يعطيك العافية، معاك، يسعدك يا نهى، شكرا جزيلا على هذا الموضوع الرائع اللي مرة جاب وقته. الله يسعدك. من وين يا أم ديم؟ من الشرقية. يلا تفضلي بسؤالك حبيبتي. شكرا لك، يعطيك العافية دكتور. يا أهلا وسهلا، الحمل وعن هذه الأشياء، بس بعطيك استشارة بسيطة. حالتي أجهزت للحمل قبلها بفترة وتابعت التبويض مع الدكتورة، ما شاء الله. الشهر الأول ربي ما كتب شيء، كان كل شيء طبيعي. الشهر الثاني عطتني حبوب تبويض وإبرة تفجير في الوقت، سبحان الله كل شيء كان تمام، سبحان الله ما حصل. الشهر الثالث لما رحت أتابع التبويض قالت لي عندك بويضتين جاهزتين، وعطتني إبرة. طيب جاءت الدورة، نزلت علي الدورة، لكن قبل كان عندي أعراض جدا مختلفة المرة هذه، صداع، لوعة،
احس بنضايقه انتفاخ ما اعرف ايش الوضع. انا الى الان ما رحت حللت ولا سويت شيء، بس سبحان الله كنت فتحت الاذاعه وطلعت الاذاعه. سؤالي هل اذا كان في بويضتين واحده تلقحت هل الثانيه تنزل كدوره طبيعيه او ايش الوضع؟ سؤال جميل. هو يبدو انك انت بتاخذي علاجات منشطه للمبايض، وهذه بنسوي لما نسوي الأشعة الصوتية. بعض الأحيان بعض السيدات يكون عندهم نتيجة التبويض في بويضتين أو ثلاثة أو أربعة وتكون جاهزة للتلقيح. بعض السيدات واحدة بويضة تتلقح، بعضها اثنين، ربنا يكرمها إن شاء الله بتوأم، فحسب ربنا كرم الله عز وجل، وإن شاء الله ربنا يعطيك من الذرية الصالحة إن شاء الله. نكمل دكتور، كنا وصلنا عند كان عندي سؤال، هل هذه الأشياء اللي مثلا فيها نقص وفيها زيادة أو فيها آلام في الرجول هل هي طبيعية في كل حمل أو ممكن تحصل، يعني ما في دعوة للقلق، أم إنه من الأشياء اللي لازم متابعتها مع طبيب كمان لو شعرت فيها؟ هي مهم جدا إنه هو بعض الأحيان بعض السيدات يعني مثلا إذا عندها آلام في الساق أو عندها مثلا تورم، نقول لها أجلسي جلسة صحية مميزة، يعني بدل ما تخلي رجولها نازلة على الأسفل تحط كرسي قدامها، بكده ما يصير في تجمع سوائل عندها الرجل. ما لما تمشي تروح السوق تتمشى تمشي هي مسافة، نقول لها أرجعي أرتاحي بين المسافات هذا، بكده بتقلل من وجود التورم، بتقلل من وجود الآلام في الساق، بتاخذ فترة استرخاء. لما تكون تعبانة تشعر إنه بألم، تقوم مثلا ألم في العضلات حقة الساق، نقول لها حطي منشفة دافئة أو مبلولة. لكن إذا صاحبها أو إنه في شكك إنه هو عنده ارتفاع في الضغط أو عنده مشكلة اشتباه إنه في لا قدر الله جلطات في الساقين، يجب أن تراجع طبيبها المختص للنساء والولادة. إحنا بنقول إنه فيها بعض الأحيان أشياء طبيعية فسيولوجية بتحصل خلال فترة الحمل، بالإضافة للشيء اللي ذكرناه ممكن إنه هي تشتكي من زيادة في الإفرازات المهبلية، نقول لها ألبسي ملابس قطنية، أتجنب الدش المهبلي. بعضهم يشتكوا من حرقة في المريض، يقول لك دائما أشتكي من حرقة، نقول لها غيري طريقة الوجبات حقتك، إنك تأكل وجبات صغيرة، قللي من الأطعمة المقلية. الأطعمة المقلية هذه بتزود نسبة الحرقان والهذا، العصائر الحمضية هذه يجب إن هي تقللها، هذه كلها بتساعدها كثير إن هي تسترخي. وما ننسى إنه هو معاها شريك حياته في البيت والعائلة، وهذول كلهم بيسووا لها مساندة وبيكونوا مروا بالتجارب هذه. بعضهم بيشتكوا كل ما تقدم من الحمل تشتكي من إمساك، فنقول لها كتري من أكل الألياف، الفواكه مثلا زي الخوخ والأشياء هذه بتساعد إن هي تبعد عن الإمساك. كل خيار، أشرب سوائل كثيرة، أسوي التمارين الرياضية، أستلقى على السرير عندما أنت تكوني تعبانة، فهذا كله بيساعدها في خلال فترة الحمل إن هي يكون حملها إن شاء الله طبيعي وسليم. ونتمنى لها دائما الصحة والعافية. هذا في خلال فترة جزء الحمل. طب قبل ما ننتقل للولادة نبغى نتكلم عن دور الأب والأهل في هذه المرحلة اللي هي التخطيط للحمل والحمل. يعني دور الأب، دور الزوج مهم جدا جدا جدا، هو اللي عايش معها في البيت. احنا نبغى نقول له انه هو زي ما عندها ضيف في جوة أعضائها الداخلية في بطنها وفي الرحم، انت جايك ضيف قريب جدا حتستمتع به وهذا حيحمل اسمك. مساندتك لزوجتك خلال فترة الحمل، من انه اذا كنت مدخن نقول لك بطل التدخين، اذا كنت انت معها يدك في يدها سوا، تروح وتراجع عند الطبيب تشوف ايش اللي هي تشتكي منه. اذا كانت تشتكي اذا مثلا ريحة العطر حقتك بتضايقها، ريحة اكل معين، انت تبعد عن هذه الاشياء. الزيارة مع الطبيب، مساندتها، مساندتك مع يدك في يدها. بالعكس دحين البرامج الجديدة في بعض المستشفيات بناخذ الأم، ناخذ الزوجة والزوج يجوا يحضروا البرامج، إيش السيدة اللي هي معرضة لها خلال فترة الحمل، إيش الأشياء اللي هي ممكن تشتكيها، يزوروا غرفة الولادة يشوفوا كيف طفلهم لما حيجي، كيف الوضعية حقة الولادة، إيش التمارين اللي ممكن أن يعطي لها هي قبل الولادة لتقوية عضلات الحوض. احضر معاها وقت الولادة، احضر يساند، لأن مساندة الزوج غير، هي بيساعدها في عملية الولادة، بيساعدها لما يكون عندها الألم، امسح التعب حقها اللي موجود من عرق أو شيء زي كده. والحرمة والزوجة بالذات تنسى كل شيء إلا ساعة الولادة.
فأنت مساندتك لها في ساعات الولادة تعطيك لعشر سنين دفعة قدام، كأنك أنت حطيت 1,000,000 ريال عندها في البنك، فهذه أحسن من 1,000,000 ريال. فمساندتك لها في الفترة هذه خلال فترة الولادة، والله خلق الإنسان الزوجة ليسكن إليها، فالسكن والراحة النفسية هي هذا التي يبقى هي. طبعا العامل النفسي إيه وأكيد جدا مهم. لا تتضرر من أكل هي ما تبغاه، لا تتضرر من إن اضطريت، لا تحسسها بهذا التضرر حتى لو كان ثقيل عليك. وربما نرجع شوية لورا دكتور سمير لما قال كاسة زنجبيل أو كاسة عصير أو أي حاجة شاركها، هذا الشيء ما حيضرك يعني، يمكن حتى يشجعها أكثر إنها شهور الحمل تكون أخف. ما فيها شك 100%، ولأنه هي عرضة أكثر لآلام في الظهر شوية، فنقول لها سوي التمارين، هي عرضة إنها هي استرخي معها، تعالي أجلسي، إذا كانت تبغى تسوي لها شوية بعض التمارين الرياضية، جيب كرة الولادة عندك في البيت خليها تسوي التمارين حقت الرياضة حقتها. هذه الأشياء كلها لما تتحضر قبل الولادة وتتحضر خلال فترة الحمل بتعيش معها حياتها، بتعيش معها 9 شهور حقت الحمل هذه، تكون أنت أكبر مساند لها. تغذيتها مهمة جدا خلال فترة الحمل، إن هي محتاجة حوالي 300 كالوري في اليوم، مساندتها لها فترة الحمل الطفل بيسحب منها حديد وكالسيوم وفيتامينات، فمهم جدا يكون طفلك يكون في صحة جيدة وهي تكون في صحة جيدة، وعلشان تجربتها في الحمل هذا يصير هي حتى لو تبقى تكررها مرة واثنين وثلاثة وأربعة ربنا يعطيها الذرية، بيكون حاجة مساندة لها للمستقبل. تتذكر الحمل هذا، ما تقول لك والله تجربتي كانت سيئة، تقول لك تجربتي كانت رائعة مع الحمل، أنت مساندتك كانت رائعة خلال فترة الحمل، أنت كنت تنتبه للمولود لما أكون تعبانة، أنت بتجيب لي هو عشان أرضعه، أنت كنت معايا في غرفة الولادة، أنت كنت معايا واحدة بواحدة. هذه الأشياء هي اللي بتساعد، وهذه الأشياء اللي هي بتساعد. والبرامج الموجودة سواء في المستشفيات أو على اليوتيوب أو هذا بتوضح كيف لما الزوج، كيف لما يزور غرفة الولادة، كيف المتابعة، إيش الأشياء اللي بتاخدها قبل الولادة، شنطة الطفل إشارته فيها، شنطة الولادة اللي هي قبل ما تروح المستشفى، فهي مشاركة من كل حاجة للتجهيز للولادة. جميل، يعني الأشياء اللي جدا بسيطة اللي يعني بتعزز دورك مرة كبير كزوج وكأب، وهي تحتاج شيء. نتمنى لو نسمع تجارب ونتمنى لو نعرف أكثر عن هذا الموضوع. بس هل دكتور مثلا مين اللي بيدي هذه النصائح؟ فين بتكون؟ فين يقدروا يعرفوا؟ فين يقدروا الأزواج خصوصا لو كان المولود الأول يعرفوا كل هذه المعلومات؟ هل ترشح النت؟ هل ترشح كتب؟ أم الطبيب نفسه المتابع؟ أول حاجة برنامجك المميز، واحد من البرامج المميزة اللي نسمع فيها النصائح الطبية في برنامج طبابة. الشيء الثاني الله يسلمك، الشيء الثاني في المملكة العربية السعودية موفرة أشياء جميلة، في عندنا الشيء اللي اسمه الجواز الصحي السعودي للأم والطفل، وهذا موجود عندنا ووزارة الصحة سوته، وكنت أنا أحد المشاركين فيه اللي سويناه، هذا واحد موجود. البرامج حقة الحمل من صحة المرأة أثناء الحمل وبعد الولادة هذه موجودة، البرامج اللي موجودة، الأفلام في اليوتيوب عن الحمل والتمارين من كيجل إكسرسايز، الطبيب المعالج اللي هو بيتابعها خلال فترة الحمل، القابلة اللي هي حتقابلها بغرفة الولادة، زيارة واحدة مع طبيبك للمستشفى وعمل التحاليل وتتعرفي على المستشفى اللي هو بيولد فيها، خذي لك لفة حوالينا المستشفى تمشي عشان يشجع رياضة، موجودة هذه كلها. والحمد لله المملكة العربية السعودية في وزارة الصحة ممثلة، عندنا تجارب غنية جدا موجودة فيها ما شاء الله. الطريق ما شاء الله. أنا أدعو الجميع إنه هو يطلع عليها، الجواز الصحي للأم والطفل، الجواز السعودي اللي موجود للأم والطفل، موجود فيه كل البرامج، وعن التغذية موجود فيه، عن الرضاعة. جميل دكتور سمير، حنكمل إيش موجود في هذه البرامج بإذن الله، لكن مضطرين نطلع فاصل قصير، خليكم مع السماع. مستمعينا ومعانا دكتور سمير سندي،
وبنتكلم عن الاستعدادات الحمل والولادة، وقلنا إنه دور المجموعة كلها حلو إنها تروح المستشفى، حلو إنه تقابل هذول الناس كلهم، حلو لو خرجت تمشي معاها، حلو اللي يشاركها الأكل. قديش بتكون المرأة حساسة في فترة الحمل دكتور؟ حساسيتها خلال فترة الحمل يعني أنت قد الزوج أو الأهل قد ما يعطيها هي حتعطيه. فأنت المرأة الله خلقها الإنسان وهي معطاة، فأنت أعطيها دحين حتنعكس عليك في السنين القادمة، فأعطيها وهي حتعطيك. أعطيها، جيب لها كوب مثلا بسيط حليب، كاسة زنجبيل، إذا كانت بتسوي لها تدليك بسيط لرجولها لساقها إذا هي بتشعر بألم، مساج صغير لراسها إذا كانت تشتكي من صداع بشرط ما يكون عندها ارتفاع في الضغط، يدك بيدها تروح تشوف تسوي تعمل التحاليل الدم، مساندتها تشوف الأشعة الصوتية، تشوف الجنين وهو بيتحرك قبل، تشوفه هو داخل الحمل. هذه كلها ذكريات جميلة أنت تخليها عندك، حتى تخزنها في الفلاش ميموري، تخزنها عندك في حياتك، تخزنها في عقلك. تشوف ابنك وهو جوا في بطن زوجتك موجود، تتابع بعد كده المراحل واحدة بواحدة حتى عملية الولادة وبعد الولادة. هذا كله المرأة مقدرة، تقدر لك الشيء هذا، فهي مقدرت لك هذا الشيء وانت معاها واحد واحد. احنا ما نبقى نقول زي زمان، زمان كانت للأسف بعض الأزواج يجيب زوجته عند المستشفى وبيروح بتركها، وبعد ما تورد إتها معالي المستشفى يقول مبروك هي ولدت. لا، يبقى تكون معاها واحدة بواحدة إلى ما شاء الله إلى الولادة، لأنه هذا نتائج ليكم انتو حياتكم الأسرية، وانت بتهتم بطفلك ما قبل الولادة وبعد الولادة وخلال دراسته، وربنا يكرمك ببره بعد كده إن شاء الله بإذن الله. طيب ننتقل للولادة دكتور. طيب احنا بنقول للسيدات إنه هو قبل الولادة كل ما كانت زودت التمارين حقها الرياضية ما قبل، سواء من كان تمارين التنفس العميق، تمارين اللي هو بالكورة، تمارين عضلات البطن، هذا كثير بيساعدها في غرفة الولادة. زيارتها لغرفة الولادة مع القابلة، مع الطبيبة اللي هي بتراجع معاها، زارت غرفة الحضانة حقت الأطفال، شافت نظام الرضاعة الطبيعية اللي موجود، كيف التعرف على الطفل بعد الولادة، إيش الأشياء حسب أنظمة المملكة العربية السعودية من التأكد من الجنين والولادة وقطع الحبل السري. هذه كلها أشياء مهمة جدا للتعرف على الألم اللي هو مصاحب بالولادة، إيش اللي إحنا نعطيه من أدوية أو من أشياء طبيعية للتنفس عشان ما تشعر وضعيتها وقت الولادة. فخلينا نأخذها أول شيء، هي حصل لها جهزت شنطتها ما قبل الولادة لها وللمولود الله يحفظه، وراحت على المستشفى. نتوقع ان هي السيدات هذولا بعضهم يشتكي اما من الم شديد اسفل البطن ويكون متكرر، نزول السائل بعض الاحيان مخاط مع بسيط بعض الدم يكون موجود ما قبل الولاده، الالم بيكون هو متكرر يكون موجود عندها. بتروح على غرفة على المستشفى، بتفحصها الطبيبة، بتسوي لها جهاز تخطيط الجنين عشان تشوف انقباضات الرحم، بتفحصها مهبليا عشان تتأكد عنق الرحم مفتوح كم سنتي، وبتجهزها عشان تدخل غرفة الولادة، ما تجهيزات قبل الولادة، وفي كل هذه المراحل يكون الزوج موجود معها يدا بيد إلى غرفة الولادة. في غرفة الولادة نقول للمريضة إذا حبيتي إنك أنت تمشي شوية قبل الولادة، نقول لها إذا حبيتي تاخدي دش موية دافية، تحبي تسترخي شوية علشان ترتاحي قبل ما تيجي المستشفى، تكون هي في غرفة الولادة تختار الوضع اللي هو مناسب بالنسبة لها فوق السرير، الجلسة اللي هي جالستها، بتنام على جنبها، بنتابع تخطيط الجنين إلى ما قبل الولادة اللي تولد إن شاء الله بالسلامة، حضور طبيب الأطفال لإنعاش الطفل إذا كان يحتاج لعملية الشفط والأشياء هذه، الإجراءات المتخذة من المملكة العربية السعودية للتعريف بالطفل، وهذه أشياء كلها مهمة بيحضرها واحدة واحدة. يعني مثلا بنحط إسورة للطفل المولود، هذه بتكون موجودة الإسورة في الساق اليمنى للمولود، وبنحط على معصم الطفل الأيسر على معصم الطفل في اليد اليسرى إسورة، ونفس الإسورة موجودة عند الأم والأب فقط.
ليش؟ هذه كلها تعريف عشان أنا لما أقرأ الباركود ولا الاسم ولا شيء وحماية للطفل في نفس الوقت، لأنه عشان لا قدر الله من أي حاجة تكون ما هي كويسة أو سرقة أطفال أو شيء. بالإضافة إلى كده بيأخذوا البصمة الصحيحة للرضيع مع إبهام الأم تكون موجودة، صورة المولود، هذه الأشياء الإجراءات كلها اتخذت لحمايتك وحماية طفلك، وإنت تكون موجود الزوج بتشافها واحدة واحدة. يعني ما ناخد إبهام الزوج بس بناخد إبهام الأم للتعريف فوق البصمة. هذه كلها الإجراءات تكون موجودة لإنت بتحضرها واحدة واحدة. إذا كنت رحت زرت طفلك في الحضانة، بعد ما تزوره ما حيخلوك تدخل أبدا حتى يتأكدوا من الإسورة إنك أنت فعلا الأب حق الطفل. بعد الولادة مباشرة بنحط على صدر الأم عشان يكون ملاصق الطفل جلده إلى جلد الأم على صدرها، هذا بيساعد عملية الرضاعة الطبيعية في المستقبل. هذه كلها الأشياء البسيطة هي إحنا بنشوفها بسيطة جدا لكن تأثيرها قوي جدا على حياة الأم وعلى حياة جنينة وعلى حياة الطفل وعلى حياة المولود وعلى الحالة النفسية اللي يكون موجود فيها. لأن أول ما يتعرف عليه الأم وبيحطوه على هذا على صدر الأم، فتكون هذه أم عدين حتى الأب كثير بيشاركه، هو اللي بيقطع الحبل السري، وبتكون هذه أشياء جميلة وبيتذكرها دائما يكون موجودة في الحياة. وهذه المرحلة تبدأ اللي هو بعد الولادة، كيف العناية سواء بالنسبة للأم، بالنسبة للرضاعة الطبيعية، بالنسبة للمرحلة اللي هي ما بعد الولادة. إذا كنا حنناقشها نبدأ نقول إنه هو الرضاعة الطبيعية، بدأنا بأول مرحلة إنه حطينا الجنين المولود على صدر الأم. الله عز وجل بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إحنا عندنا إحنا ما حنقول مثلا توصيات المعهد الأمريكي والصحة العالمية، لأن القرآن عندنا كاتب في كتابه الكريم هذا الشيء. طيب خلال أشهر الستة الأولى أهم وقت للرضاعة الطبيعية، ليش؟ لأنه في الأجسام المضادة، هذا اقتصادي ما حتدفع في أي حاجة فلوس، نظيف معقم ما يحتاج لتجهيز، محتوي على جميع غذاء كامل للطفل، فمن باب أولى إنه نعطي له هذا الغذاء. تجهيز الأم للرضاعة الطبيعية من الحلمة، حلمة الجنين، حلمة الأم لتجهيزها للرضاعة الطبيعية قبل الولادة علشان الطفل لما يرضع بتكون جيدة، وضعه على صدرها. الطفل بياخد تمارين رياضية لما بيرضع لأنه بياخد مجهود، ما يبغى الأشياء الصناعية لأنه الأشياء السهلة، خلي الطفل يرضع ينقلوا من الصدي هذا للسدل هذا، هي بتستفيد في نفس الوقت إنه هي يحصل تقلصات في الرحم، حماية لها صدرها ضد الأمراض اللي ما هي اللي غير جيدة لا قدر الله في المستقبل. التمارين اللي هو بيسويها الطفل وقت الرضاعة، شعورها الجميل والطفل برضع وزوجها يكون جنبها، هذه كلها أشياء تكون مميزة بالنسبة للأم بيعيشوا حياتهم مع طفلهم مرحلة بمرحلة حتى يكبر إن شاء الله ويصير عريس إن شاء الله. إن شاء الله. حنطلع فاصل دكتور سمير بعد إذنك وحنرجع نكمل معاكم في برنامج طبابة، خليكم على السماع. مكملين معاكم وآخر فقراتنا اليوم في برنامج طبابة ألف، نستكمل دكتور سمير بعد إذنك. إحنا وصلنا إنه ربنا أكرمها إن شاء الله ولدت، وبعد التعرف عليه وشافوا المولود الرضاعة. إحنا تكلمنا عن الرضاعة، نبغى نقول إنه في الرضاعة مهم جدا. السيدات أثناء الحمل هي بتهتم بنفسها كثير، لكن وما تكون عندها نفس المشكلة بعد الرضاعة وبتخاف من الرضاعة، بتقول أخاف يأثر على الثدي، أخاف إنه يأثر علي يصير تساقط في الشعر وما إلى ذلك. إحنا بنقول لها زي ما كنت مستمرة على الفيتامينات تستمري على الفيتامينات نفس الشيء اللي كنت بتاخديها. ليش؟ لأنه الطفل بيسحب منك حديد، بيسحب منك فيتامينات ألف وباء وبي 12 وشيء زي كده، فأنت علشان ما تتأثري صحيا بعد الرضاعة من تساقط شعر ولا شيء يبغى تكملي على الفيتامينات هذه، لأنه في بعض الأحيان مفاهيم خاطئة عندنا أثناء الحمل وبعد الولادة.
كيف يعني مفاهيم خاطئة؟ أثناء الحمل تقول لك أنا أبغى أرتاح كثير، أبغى إجازات مرضية ولا أبغى أرتاح كثير. لا، أنت حملك طبيعي الحمد لله وتستمر في الحمل، لكن إحنا بنقول لك أتلقي شوية في الظهر. الرياضة، مارسي رياضة ومارسي ممارسة المشي، بس إنك ما تحملي أثقال كثيرة. الأكل، كوني الأكل اللي طبيعي تبغيه، بس إنك تقللي من الأشياء المقليات والأشياء هذه، واهتمي بوزنك علشان يكون حدود الوزن الطبيعي حقك من 6 كيلو إلى 12. العلاقة الزوجية، ما إلا إذا وجدت موانع، مثلا تكون المشيمة متقدمة أو إجهاض متكرر. هنا في سؤال دكتور بيسأل عن مدار وصحة الجماع أثناء الحمل. بالنسبة للحمل، في بعض السيدات هم اللي تكون موانع طبيعية موجودة، يعني تكون عندها لا سمح الله إجهاضات متكررة، هذه اللي بنقوم نخلي بالنا منها. مريضة بيكون عندها المشيمة متقدمة، فنقوم نخاف إنه يحصل لها نزيف أو شيء، فنقوم ننصحها إنه هي ما يحصل الجماع في الفترة الأولى، خصوصا السيدات اللي بيشهدوا متكرر إجهاضات متكررة في أول 3 شهور، نخاف عليهم فنقول لهم قللوا من الموانع هذه، العلاقات الزوجية في الفترة هذه. لكن لا يوجد أي موانع للسيدات الحوامل من العلاقات الزوجية إلا هذول اللي ذكرناهم في هذا، أو يكون عندها مشكلة في عنق الرحم، لكن غير كده ما يمنع أبدا من بالنسبة للحمل. وبعد الولادة إن شاء الله بعد ما ينتهي دم النفاس ما عندها أي مشكلة بالنسبة للعلاقة الزوجية، بالعكس تكون مودة بينهم أكثر إن شاء الله. ليش دكتور إنه كثير من السيدات بيزيد وزنهم بصورة غير طبيعية أثناء الحمل؟ صحيح، هذا إما إنه يكون نتيجة التغذية اللي هي بتاخدها، إذا استبعدنا طبعا أمراض الضغط والأشياء هذه، نتيجة التغذية. التغذية بنقول لها ما بتفيد طفلك نوعية التغذية. ليش؟ لأنه إحنا كم نبغاها تاخد؟ نبغاها تاخد زيادة 300 كالوري أثناء الحمل فقط. فقط يعني مو تاكل عن شخصين فال1500 تصير 3000 بالضبط. والشيء الثاني، وقت الرضاعة إحنا بنقول لها تزودي بس 450 كالوري وقت الرضاعة. فهي لو حسبتها تلقاها إن هي لا، إن هي بس تأخذ 300 في اليوم الزيادة، وهذا بيكون كافي. وبعدين تبعد عن الأشياء اللي ما منها فائدة. كثير من بعض السيدات بتجيها بتأكل الجنك فود هذه باستمرار، وهذا بتعتقد إن هو بيزودها، بتشرب كثير من الأشياء اللي هي المشروبات من الشاي من الأشياء المياه الغازية والأشياء الغازية. هذه نقول لها لا، أنت استمتع بحياتك، أشرب إذا كانت بتاخذي كوب القهوة حقتك إذا كانت، لكن الأشياء اللي بتضرك من المقليات من التغذية من هذه ما بتساعدك في نمو الطفل، خدي من الأشياء اللي بتفيدك من الحديد والكالسيوم والفيتامينات، هذه اللي بتفيدك، وكسري من شرب السوائل، هذه بيكون أفضل بالنسبة ليكي 1000 مرة من الأشياء اللي بتاخذيها من الجنك فود. مهم جداً إنه هي بعد الولادة كمان تستمر في التمارين حقتي اللي هم يسموها كيجل إكسرسايز، وهذه متوفرة في النت علشان هي تحافظ على جسمها وعلى نفسها وترجع لحياتها الطبيعية وحياتها الجنسية في نفس الوقت، ترجع جسمها للطبيعي إن شاء الله. فهو مهم إن هي تمارس الرياضة بعد الولادة إن شاء الله. ونقول لها برضو حتى للحليب، زيادة الرضاعة الطبيعية، هي بعض السيدات تقول لك والله ما في حليب صبري خلاص أبغى أحول على الرضاعة الصناعية. لا، انت خلي طفلك على صدرك، زودي من الأكل اللي هو بيزود الحليب في صدرك، من ناحية خميرة البيرة مثلا، تناول المأكولات البحرية، تناول البروتينات، الدجاج، السمك، البيض، المأكولات البحرية، تناول اليقطين، هذه كلها بتزود الحليب في صدرك. نبغاك إنك أنت تستمر الرضاعة بحسب ما تقدر، خصوصاً الآن الأنظمة في المملكة العربية السعودية بتساعد على الشيء هذا للسيدة الموظفة والسيدة اللي هي في البيت. نتمنى للجميع إن شاء الله حمل سليم، ونتمنى إن شاء الله أطفال صحيين، ونستمر إن شاء الله ربنا إن شاء الله يعطيهم أطفال سليمين، ونستمر إن شاء الله في برنامجك المميز باستمرار للاستماع إلى طبابة، وأتمنى أن أكون دائما ضيفك إن شاء الله. لا دائما إن شاء الله. بس عندنا كم سؤال قبل ما نختم حلقتنا دكتور. هل نفسية المرأة، كثير من هذه الأسئلة بتجينا، هل نفسيتها تأثر على الرضاعة إذا كانت سيئة أو جيدة؟ هل الرضاعة لها دخل في النفسية؟ لا، هو إيش هذا؟ تغير الهرمونات أثناء الحمل وبعد الولادة بيخلي بعضهم نفسية، لكن هي
انتهت الحمل حقها فهي ما بتهتم في نفسها زي ما اهتمت في أثناء الحمل، فتلقي تغذيتها اختلفت لأنه جاها طفل صارت تهتم بتغذيته، ما بتاخذ الحبوب الفيتامينات والأشياء، عشان كده هي بتقول بدأت مع اليوم ما صرت أرضع صار عندي تناقص، عندي في سقوط في الشعر. هو مو موضوع سقوط، هو الموضوع الهرمونات اتغيرت عندك وانت ما بتاخذي الفيتامينات اللي اول كنت بتاخذيها بعد الولاده زي ما كنت تاخذيها بعد في اثناء فتره الحمل. تلقاها تقول اخاف اني لما ارضع صبري بيكون مختلف واشياء زي كذا، واللون حق البشره بيختلف، مضطره استخدم بعض الاشياء المبيضه والاشياء هذه. بنقول لها لا، هذه اشياء طبيعيه فسيولوجيه بتحصل، استمري على انك انت نفس التغذيه حقتك، استمري انك انت تسوي التمارين الرياضيه حقتك، اذا كان حياتك تمري في تسوي التمارين الكيجل اكسرسايز، هذه حتلاقيها ان هي كثير بتختلف. المطهرات ما نفضل انك انت تستخدميها، استخدمي المويه الدافئه والمطهر مع الملح عشان ما نغير الاشياء الطبيعيه البكتيريا اللي موجوده في المهبل. فهذه كلها اشياء مهمه جدا لها والاستمرار صحتها بالشكل المطلوب. جميل. دكتور، لو نقدر نقول لهم قديش أهمية بس نمط الحياة في حمل سليم وولادة سليمة؟ نمط الحياة بالنسبة لحمل وولادة سليمة، ابدأ ما قبل الحمل، العناية زي ما تكلمنا بنفسها قبل، تمارس حياتها الطبيعية، إذا كانت هي تحب تشرب قهوتها وشاهيها، تبعد عن التدخين والأشياء اللي هي مساعدة في النيكوتين والأشياء هذه، تبعد عن الأشياء علشان ما تزيد عندنا نسبة التدخين في المملكة، المعسل والأشياء هذه، تبعد عن الجو اللي فيه متأخرين أبدا، تمارس حياتها الرياضية بشرط إن هي ما تشيل حديد، تروح النادي إذا هي تبغى، عملها تأدي تسترخي دائما زي ما كنا في القيلولة في الظهر، لما تقوم ما تقوم على طول، تأخذ الوجبات المقننة عدة وجبات، تكثر من شرب السوائل. فالاهتمام بنمط الحياة بيسهل عملية الحمل والولادة وما بعدها، يعني نقدر نقول بيشكل 60% يمكن من الحمل أو أكثر. إذا ما قلت إنه أكثر من 90% بالإضافة إلى مشاركة الزوج، بالإضافة إلى مشاركة الزوج عشان يكمل 100%. شكرا دكتور سمير على وجودك معنا اليوم، أبدعت معلومات جدا جميلة. دكتور سمير سندي يا جماعة، استشاري نساء وولادة وجراحة المناظير النسائية، وكلمنا اليوم عن استعدادات الحمل والولادة. يعطيك العافية دكتور. الشكر وشكرا لاستضافتي، وإن شاء الله نتقابل معاكم في فرص أكثر وأكثر على برنامجكم المميز إن شاء الله. على أمل أتجدد لقائي فيكم الأحد القادم بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج تيمبو الساعة 11 الصباح. شكرا هالة منصور معانا من الإخراج، كنت معكم نهى سعدي فمال الكريم، وتبهالة بعد.